قال مسؤولون أمنيون أفغان إن ما لا يقل عن صاروخين سقطا قرب مقر عسكري دولي وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم، ولا أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وكان تنظيم داعش أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على مسجد إمام الزمان في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.